انت عملت ايه في حياتك وحش عشان يحصل معاك كل ده؟ ايه علاقتك بالقصة دي كلها؟ عادي يعني. جهزت الفلوس؟ 1,000,000 جنيه كاش. دول بيدفعوا كتير قوي في قتلنا. تخيلوني مش المفروض انهم يجوا هنا. المفروض يمكن من بره بره محدش يسمع عنهم. تعترف انك خدت 1,000,000 جنيه نظري للقتل؟ ما كانش ينفع اشوف قلبه بيتحرق على بلوزكم. ده بقى قديمة اكيد انت عارفها يا ده. تقدر تقتلني بس ما عملتش كده. ما اعرفش ليه. وايه اللي بيحصل ده ما تفهموني؟ كل ده كان متخطط له. لمس اكتاف حصريا على CBC في رمضان.